أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من التربوية في أسبوع نبدأها بالعناوين. وزير التربية يلتقي وفدا برلمانيا روسيا. حفل فني لإعلان نتائج مسابقة الأغنية الوطنية السورية. وزارة التربية تقيم ورشة عمل بعنوان تقييم احتياجات التعليم الثانوي المهني. أهلا بكم. أوضح وزير التربية الدكتور دارم طبع خلال لقائه وفدا برلمانيا بيلاروسيا أن وزارة التربية تعمل على تدريس اللغة الروسية كلغة ثانية أجنبية من الصف السابع الأساسي وحتى الثالث الثانوي. وأشاد وزير التربية بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين لا سيما في المجال التربوي، انطلاقا من كون التربية تعتمد على القيم الأخلاقية وهي الأساس في توحيد شعوب العالم في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وتعديله بما يتوافق والمرحلة الراهنة. من جهته أوضح رئيس الوفد أن العلاقات المشتركة بين البلدين توحد بينهما، مبديا استعداد الجانب البيلاروسي للموافقة على جميع المقترحات التي أبداها الجانب السوري. حفل فني لإعلان نتائج مسابقة الأغنية الوطنية السورية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب. كاميرا التربوية وهذه التغطية. دعما للاستحقاق الدستوري وتأكيدا على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية، تواصل وزارة التربية كباقي الفعاليات الأهلية والتجمعات الوطنية التأكيد على أن مشاركتهم واجب وطني لقوة سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها وتحصينها في مواجهة قوى الإرهاب. من هنا أقامت وزارة التربية احتفالية ضمن مبنى الوزارة تعبيرا عن أهمية دورهم في المشاركة بالانتخابات. كما أكد المشاركون أن التجمعات الكبيرة تعد تعبيرا صادقا عن محبة الشعب لسوريا، فالمشاركة في الانتخابات حق وواجب دستوري مهم، والسوريون سيقولون كلمتهم في 26 من أيار الجاري. بحضور تربوي وصناعي وأكاديمي من مختلف المحافظات، وزارة التربية تقيم ورشة عمل بعنوان تقييم احتياجات التعليم الثانوي المهني. كاميرا التربوية حضرت الورشة وأعدت التقرير التالي. بحضور تربوي وصناعي وأكاديمي من مختلف المحافظات، افتتح وزير التربية الدكتور دارم طباع ورشة عمل حملت عنوان تقييم احتياجات التعليم الثانوي المهني، وذلك ضمن مشروع تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. للأسف كثير من الناس يعتقد أن التعليم المهني درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، التعليم المهني درجة أولى. أنا أتمنى لو لم أكن وزيرا وعادت بي الأمور إلى الصف التاسع أن أدخل في التعليم المهني، لأني أنا من خلال اطلاعي على كل دول العالم وجدت أنه العامل المهني هو الأهم في بناء الحضارات سواء كان في الغرب أو في الشرق، وبالتالي أحد أسباب عدم وجود تطور كبير في الدول العربية وعدم الاهتمام بالتعليم المهني. من هنا أتى اهتمام الحكومة السورية والدولة بشكل كبير بتطوير هذا المجال الذي يعد أساس لبناء الصناعات، لبناء الزراعات، لتطوير الاستثمار في التعليم. التعليم المهني هلا حاليا طبعا تعرفوا النظرة السلبية له. أول شغلة عم نحاول نحن نحسن فيها هذه النظرة السلبية، نحولها لنظرة إيجابية، إنه بحيث إنه المجتمع والطلاب هي ترغب تعليم تتجه نحو التعليم المهني. وبتعرفي مع حضرتك انه الدوله اي دوله لا يمكن ان تتطور الا اذا ما كان التعليم المهني هو بيوفر اليد العامله القادره على تطوير الصناعات الوطنيه وبالتالي الاقتصاد الوطني. المشاركون في الورشه اكدوا ضروره الاهتمام بالتعليم المهني لما له من دور في نهضه الاقتصاد الوطني واعاده اعمار سوريا. المشروع عبارة عن خمس مراحل لإعداد خطة عمل لتطوير التعليم المهني. المرحلة الأولى هي توصيف وضع راهن لواقع التعليم المهني بسوريا بجانبي الطلب والعرض، يعني سوق العمل والمدارس المهنية. المرحلة الثانية هو تقييم الاحتياجات. المرحلة الثالثة هو وضع بدائل للسياسات. والمرحلة الرابعة
هي وضع خطة العمل، وأخيرا المرحلة الخامسة اختيار مشروع رائد لتطوير التعليم المهني. حنختار مهنة لثلاث مهن ومدرسة لثلاث مدارس لتطبيق الأفكار الحديثة عليهم. هي ورشة منعول عليها كتير مهمة، بتجمع جانبي العرض والطلب. أكيد نحن حاولنا نجمع بهي الورشة عدد كبير من رجال الأعمال من غرف الصناعة حتى يكون في لهم دور بتطوير عملية التعليم المهني، كونه هن الجانب الأهم لامتصاص خريجين التعليم المهني. تنطلق أهمية هذه الندوة من الفقر المدقع حاليا في اليد العاملة وحجرة رأس المال البشري اللي احتاجت عليه سوريا فترة طويلة كتير، وهلأ إن شاء الله نحن عم نعمل العمل اللازم لتطوير التعليم وما نخلي أي طالب متسرب خارج التعليم. تسعى وزارة التربية إلى الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، وذلك يعد المنظومة الأساسية لتزويد فئة الشباب بالمهارات والاتجاهات المناسبة لمواكبة التطورات الحديثة والدخول في سوق العمل ليصبحوا منتجين في المجتمع. بالانتقال لفعاليات ونشاطات مديريات التربية في المحافظات، نبدأها من السويداء. دورة دعم نفسي واجتماعي استهدفت ما يقارب 80 موجها اختصاصيا وتربويا على مراحل في مركز الشهيد صلاح رستم للتدريب التربوي. مراسلتنا والتفاصيل. يمثل هذا المحتوى محورا من دورة الدعم النفسي والاجتماعي التي تقيمها دائرة البحوث بمديرية التربية بالسويداء، مستهدفة 18 موجها اختصاصيا وتربويا كمرحلة أولى في مركز الشهيد صلاح رستم للتدريب التربوي. هذه الدورات هي استدامة لخطة وزارة التربية بنشر ثقافة الدعم النفسي الاجتماعي بين جميع الفئات التعليمية، وهذا الشيء يعني بينطلق من هدف أساسي اللي هو أنه باستطاعة التعليم إنقاذ التعليم واستدامته. كيف ممكن أن نحقق هذه المسألة؟ من خلال الحماية المعرفية الجسدية النفسية الاجتماعية للطفل، أو خلينا نقول للأفراد. وطبعا نحن التعليم، كيف نحن بدنا نعطي هذا التعليم قوي لنشر للسلام. محاور الدورة كانت بداية بتعاريف أساسية، مفهوم الدعم النفسي الاجتماعي، ضائقة نفسية، الصحة النفسية، كل هذه التعريف تم توضيحها. دخلنا فيما بعد إلى موضوع المحظورات والمسموحات في مجال الدعم النفسي الاجتماعي. فوائد متعددة تحققها هذه الدورة بما لها من انعكاسات على الميدان التربوي وبالتالي على المجتمع. مدرسنا عنده رصيد كبير من المعلومات، أحيانا في صعوبة بإيصال للطلاب، بيقدر يوصلها بسلاسة. أحيانا بتكون الإيجابيات أو كلمات الثناء عنده قليلة شوي، منحاول بصار بزيدة بشجع الطلاب. أخذنا مبادئ إسعاف النفسي الأولي وكيف أثر حالات الطوارئ على أبنائنا أو على أطفالنا، فنحن رح ننقل هاي الصورة لمعلمينا لحتى يتدربوا على التعامل مع طبعا الأطفال، مع أبنائنا التلاميذ. يذكر أن مديرية التربية في السويداء تستهدف ضمن هذه الدورة ما يقارب 80 موجها تربويا واختصاصيا في مراحل تحدد مواعيدها لاحقا. للتربوية السورية، سماح الدنون، السويداء. نبقى في السويداء. وتحضيرا لامتحانات الشهادات العامة، عقد مدير التربية اجتماعا لرؤساء المراكز ومندوبي التربية في مسرح مديرية التربية. كاميرا التربوية وهذه التغطية. يجتمع رؤساء المراكز ومندوبو التربية هنا في مسرح مديرية تربية السويداء ضمن اجتماع تحضيري لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2021. حضره المحامي وليد أبو عسلي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي وعضو المكتب التنفيذي أبو ثين الحلبي، وأقامه كل من مدير التربية بسام أبو محمود ورئيس دائرة الامتحانات باسل مرشد. هذا الاجتماع ولرؤساء المراكز الامتحانية وأمناء سر المراكز الامتحانية بالتعاون مع سيد محافظ السويداء وقيادة الشرطة ومديرية الصحة أيضا لإعطاء التعليمات اللازمة لرؤساء المراكز وأمناء السر عن الامتحانات العامة وكيفية إجراء التطبيقات التعليمات الوزارية كافة من قبل المراقبين، من قبل رؤساء المراكز، من قبل مندوبي التربية، من قبل مندوبي الوزارة، وكيفية التعامل هذه الجهات جميعا مع بعض. التعليمات كلها تليت بدقة
وأكد السيد مدير التربية على تطبيق هذه التعليمات بهذا فيريها. رؤساء المراكز الحمد لله كل الكادر التربوي والتدريسي والقائمين على العملية الامتحانية هم على كفاءة كاملة ولديهم الخبرة لإنجاح العملية التعليمية الامتحانية. أطباء الصحة المدرسية والكادر الطبي في الصحة المدرسية مكلف أيضا بمراقبة الحالات الصحية في مديرية التربية والطلاب الممتحنين والمراكز الامتحانية. نحن في دائرة الصحة المدرسية تم تشكيل فرق طبية موجودة، فرق طوارئ طبية موجودة على كافة ساحة المحافظة للتصدي لأي حالة صحية لأي طالب. يذكر أن عدد المراكز الامتحانية على امتداد محافظة السويداء بلغ 138 مركزا امتحانيا، وأن عدد الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة 15,151 تلميذا وطالبا لدورة عام 2021. للتربوية السورية سماح ردنون، السويداء. إلى حما تحضير عدد من مراكز استضافة الطلاب القادمين من محافظة إدلب لتقديم الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مراسلنا زار المراكز وأعد لنا التقرير الآتي. تمهيدا لاستقبال الطلاب القادمين من محافظة إدلب لتقديم الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة، تفقد مدير التربية واقع المدارس المعتمدة لاستضافة الطلاب ومدى جاهزيتها والخدمات التي ستقدم للطلاب. من خلال تواجدنا على مراكز الاستضافة لهذا العام تفقدنا صيانة هذه الأبنية. طبعا تقوم منظمه البي يو اي بعمليات الصيانه، هناك صيانه للتمديدات الكهربائيه للمراوح بشكل عام للبناء، الصيف الصحي، المياه. طبعا نشكر هذه المنظمه على هذا العمل الذي قدمته لطلابنا الأعزاء القادمين من محافظة إدلب. هذا وتم صيانة المرافق العامة وتهيئة القاعات والإنارة مع إحداث قاعة صفية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب أثناء فترة الامتحانات. ضمن استعدادات مديرية التربية لاستقبال أبنائنا الطلبة من مناطق خارج السيطرة في محافظة إدلب، قامت مديرية التربية في محافظة حماة بالتعاون مع مديرية التخطيط بالوزارة والمنظمات الداعمة بتأهيل 4 مراكز لاستضافة أبنائنا الطلبة. هذه المراكز منتشرة أو موزعة في عدة مناطق في مدينة حماة، تم تأهيلها من قبل منظمة ديو آي. عم نتابع تجهيز المركز لاستقبال طلاب إدلب، وإن شاء الله يعني رح نكون مشرفين على إقامتهم هون وعلى الدورات التعليمية رح تصير بالمدرسة، وإن شاء الله نتمنى نجاح. وقد حددت مديرية التربية في حماة 4 مراكز للاستضافة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، ومن المتوقع استقبال حوالي 3,000 تلميذ وطالب لتقديم امتحانات دورة عام 2021. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. وفي حمص اجتماع لرؤساء المراكز الامتحانية لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. مراسلنا وهذه التغطية. استعدادا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بكافة فروعها، مديرية التربية في حمص تعقد اجتماعا لرؤساء المراكز وأمناء السر لإعطائهم التكاليف والتقيد بالتعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات. نحن في هذا اليوم يتم عقد الاجتماع السنوي المقرر لرؤساء المراكز وأمناء السر من أجل إعطائهم التعليمات اللازمة من أجل الحصول على نتائج امتحانات جيدة بما تتناسب مع التعليمات الوزارية في هذا الشأن. طبعا نحن عندنا تجهيز المركز يوم الخميس لمراكز الريف، وعندنا تجهيز يوم السبت لمراكز المدينة، طبعا تجهيز نهائي، وبكون كافة المستلزمات موجودة بالمركز وجاهزة للامتحان يوم الأحد لشهادة التعليم الأساسي ب30/5. اليوم بعد الانتهاء من الاجتماع واستلام التكاليف سوف نقوم نذهب إلى المراكز قبل بداية الامتحان بثلاثة أيام لتجهيز المراكز والقيام بجميع
جميع الاستلزامات العملية الامتحانية حتى نكون جاهزين في البداية الامتحان على أكمل وجه. جهزنا 3 مراكز صحية، مراكز طوارئ صحية في المدينة مع سيارات الإسعاف مجهزة بحقائب إسعافية كاملة مع أطقم الطبية، الريف كامل تغطى، كان في تنسيق كامل بين الصحة المدرسية ومديرية الصحة العامة، اعتمدنا 41 تقريبا فريق صحي بالريف مراكز صحية، تم تقنية كافة المراكز الامتحانية إن شاء الله بالكوادر الطبية. تجهيز المراكز الامتحانية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للامتحان باعتبارها واجب وطني ولضمان العدالة بين الطلاب والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص. لأخبار التربوية علي عياش حمص. إلى حلب، وانطلاقا من حرص وزارة التربية على الارتقاء بالعملية التربوية، تواصل مديرية الإعداد والتدريب دورتها التدريبية لفريق التدريب المحلي الذي سيقوم بتدريب المعلمين الوكلاء الناجحين بمسابقة التثبيت. مراسلتنا من حلب وهذه التغطية. تفقد مدير الإعداد والتدريب بوزارة التربية ومدير مركز القياس والتقويم التربوي ومدير التربية بحلب سير الدورة التدريبية لفريق المدربين المحليين في ثانوية الباسل للمتفوقين. انطلاقا من حرص وزارة التربية على الارتقاء بالعملية التربوية في الجمهورية العربية السورية، تقوم وزارة التربية من خلال مديرية الإعداد والتدريب بإطلاق المرحلة الثانية للتدريب بعض زملائنا لأن يكونوا مدربين مركزيين في التدريب الميداني لزملائنا الوكلاء. يتم تدريب المدربين على الحقيبة التدريبية التي أعدت من قبل المركز الوطني لتطوير المناهج ومركز القياس والتقويم التربوي وبإشراف مديرية الإعداد والتدريب. اليوم في محافظة حلب نطلع على هذه الدورات وكيفية طبعا إجراء الآلية لعملية نقل المعلومة، نقل الخبرة، نقل المهارات من مدرب إلى الوكيل، سيما لدينا حوالي 15,000 وكيل سيتم تثبيتهم بعد إجراء هذه الدورات، وبالتالي سيخضعون لعملية تدريب. هذه المدة ستستمر 3 أشهر وهي طبعا مرحلة ثانية، وهناك أيضا مرحلة ثالثة. من كل محافظة تم انتقاء مجموعة من المدربين المتميزين أو مدرسين المهارة، سيتم تدريبهم في هذه الدورات لمدة 9 أيام. تساهم الدورة بالارتقاء بمهارات بناء الاختبارات ما يواكب المناهج المطورة ويتوافق مع الاختبارات العالمية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. الختام من حماة، وبهدف دعم المشروعات الصغيرة، منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة التربية تطلق برنامج تكوين. وليد سلطان والتفاصيل. بالتعاون مع وزارة التربية تواصل منظمة اتحاد شبيبة الثورة خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. مشروع تكوين هو المشروع الثالث من المشاريع اللي اطلقتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة. مشروع تكوين يعني بالتدريب المهني لرفاق الشبيبيين، وهذا المشروع تم بالتعاون مع وزارة التربية. بعد أن يقوم الرفيق الشبيبي بالخضوع لدورة ضمن مشروع تكوين يحصل على شهادة خبرة ويصبح جاهز للانطلاق في سوق العمل. ضمن احتفال شعبي كبير تم إطلاق برنامج تكوين والذي يعنى بتوظيف الطاقات الشبابية والأفكار الإبداعية. طبعا اليوم تم افتتاح مشروع تكوين، هو عبارة عن ثمرة تعاون ما بين وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة حسب توجيهات السيد الوزير لمشاركة وزارة التربية بتأهيل الشباب حتى غير الطلاب في المدارس. طبعا مشروع تكوين هو عبارة عن تدريب للطلاب والفئة الشباب اللي خارج المدارس، الغاية منه هو التدريب على مهن معينة، واليوم ابتدأنا بمهنة الخراطة والتشكيل ضمن مهنة التصنيع الميكانيكا. كما يهدف المشروع لتمكين شريحة الشباب وتدريبهم ليكونوا على أتم الاستعداد للانطلاق إلى سوق العمل. ويعد برنامج تكوين حاضنة علمية لطلاب التعليم المهني وبالتالي ربطهم بسوق العمل بعد عملية التدريب. هذا وأعرب الطلاب عن استعدادهم للتدريب بشكل جيد والاستفادة من خبرات المدربين تمهيدا للانطلاق لسوق العمل. العمل كتير استاذ كويس والأستاذ كتير معانا كويسين، يعني بكل معاملة، يعني
يعني ما نحتاج شيء، يعني شو بدنا اياه الاستاذ تعب بيعطونا اياه بكل طبعا. هذا المشروع راح يحقق له ريع مادي، شو رايك فيه؟ اكيد استاذ راح يحقق، بس طبعا اول شيء فضل الاستاذ والتربيه راح يحقق كل شيء. استاذ هو مشروع حلو يعني، راح يفتح لنا فرصه عمل نشتغل بالسوق. كيف كان تدريبكم على الالات وبشكل يدوي؟ كثير تمام، والاساتذه ما قصروا معنا وعلمونا مزبوط، ويعني الطلاب همتهم جيده تمام. يذكر أن المشروع انطلق ضمن اختصاص التصنيع الميكانيكي والعمل على آلات الخراطة المبرمجة حاسوبيا. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.